ومن جنيف ينضم إلينا عمر الشاكر مراسل غد. عمر، إذا كيف هي الأجواء لديك وما هي الانطباعات بعد الجلسة الافتتاحية؟ أجواء إيجابية رافقت حفل إطلاق أعمال اللجنة الدستورية هنا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سواء في كلمة المبعوث الأممي جير بدرسون أو في كلمتي الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية. 150 عضوا، 50 من الحكومة و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، سيبدأون بجلسات نقاش منذ أو بدءا من يوم غد. فيما يتعلق بالكلمات الافتتاحية، المبعوث الأممي تحدث عن أن هذه فرصة وخطوة مهمة للجميع لإعادة إحياء المسار السياسي لإيجاد حل الأزمة السورية. كذلك الأجواء إيجابية كانت في كلمتي الرئيسين المشتركين. رئيس الوفد أو أعضاء الحكومة ذكر أنه يرغب أن يكون هناك أو أن تكون هناك صياغة لدستور جديد. كذلك المعارضة كانت هناك رغبة وأصداء إيجابية في كلمتها. عمر، ماذا عن سير الاجتماعات القادمة ولجنة 45؟ الوفدين هنا في تصريحات الصحفيين بعد هذا الافتتاح. يوم غد وبعد غد سيكون هناك لقاءات للجنة مجتمعة للمئة وخمسين عضوا، ومنذ بدءا من الاثنين المقبل ستكون هناك اجتماعات اللجنة المصغرة المعنية بالصياغة، صياغة الدستور، ومكونة من 45 عضوا، هم 15 من المعارضة ومن الحكومة 15، وكذلك من المجتمع المدني. ومن المفترض أن يتم البحث، طبعا ستكون جلسات مغلقة لكن الكل حضر أوراقه والمضامين التي يريد أن يتضمنها الدستور. طيب، هل من مؤشرات قد توضح إذا ما كان الدستور سيكتب من جديد أم سيعدل فقط؟ هنا الأمم المتحدة، في سؤالنا لأعضاء الوفود هنا لم يقولوا ذلك صراحة، لم يعلنوا عن رغبتهم بأن تكون هناك صياغة جديدة دون النظر في التعديلات. وبقت الأمور حتى هذه اللحظة وفق تصريحاتهم تشير إلى أن الطرفين منفتحين ويرغبان بأن تكون هناك لنقل تسوية فيما يتعلق بالدستور. لكن لا شك أن هذه الأجواء الإيجابية كانت قبلها كثير من المصاعب والعراقيل وقفت أمام انبثاق هذه اللجنة الدستورية. وفي تصريحات المبعوث الأممي قبيل انطلاق أعمال هذه اللجنة ذكر أنه لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل، وبالتالي لا جدول زمني محدد لهذه اللجنة، وبالتالي هنا إمكانية لأن تكون هناك أيضا عراقيل ومصاعب، لكن هذه اللحظة ينظر إليها جميع كما في تصريحات هذا اليوم من الأطراف المختلفة على أنها لحظة مفصلية ومنعطفا جديدا في المسار السياسي فيما يتعلق بالأزمة السورية الممتدة على 8 سنوات. شكرا جزيلا لك عمر الشاكر مراسل غد، كنت معنا من جنيف.